راه عليا الليل في هاد الجبال والليله غنبات هنا وكاين هنا الحلوف وكاين القروده هنا وكما غنخاف من حتى شي حاجه خوف من الله سبحانه. بغيت نصور انا هاد الخير ديال الله حتى هاد الخير اللي كتشوفوا فيه اللي يكون عطاه الله من الفوق يهود بلا ما نكذب عليكم. كل شيء ولي يصلي وكل شيء ولي يعبد الله كل شيء ولي يخاف من هاد الحجرات. ولكن الصراحه تقال كاين المنكر بزاف وكاين الفساد كاين المنكر وكاين الفساد بزاف الاخوان. انا الخاوه شوف شحال ديال الحلو شوف شحال ديال الحلو راه الجبل فينا شوف حسيت كابي تهبط الطريق فين كتبو راه شوف واحد كيقول لك تصورنا الجبل الحجر حتى الحجر خاصك تعرف واش كيسوى هاد الحجر. هاد الحجر راه كنوز الاخ. هاد الحجر اللي كتشوف فيه راه هو ملي كيصايبو السيما والكاس. انا الاخوان انا الاخوان شوفوا الجبال كيفاش عامله هنا اللي داعي فين كتبان الخوت راه كما قلت لكم كانت قشله تما ديال الارميه مات الاستعمار. وبالحقيقه انا راه واشم واحد وشمه ديال الالمان هي كتشوفوا فيها ديال الالمان عزيز عليا الالمان وعزيز عليا هيطري ديال الالمان صراحه تقال حنت الالمان اللي هي اللي كنت شاده المغرب راه المغرب شي حاجه بالرجول. وشوفوا شحال ديال العلو فين انا مريح الاخوان وشوفوا شحال ديال الغرق شوف 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 شحال ديال الغرق الاخ انا الاخوان شوفوا شحال ديال الغرق انا شوف خوكم راه في الراس ديال الجبل شوفوا الغابه الخير ديال الله سبحانه شوفوا الخير ديال الله الاخوان جاي الشتا ان شاء الله بحول الله الله يعطينا الخير. دابا رجع الاخوان صافي الله يجعل شي بركه دابا غادي نرجع للجيش الاخوان البلاصه اللي جيت منها رجع معاها باش ما تلفش عليا الطريق الاخوان. هانتوما كيما كتشوفوا اخوكم في البلاصه انا الاخوان كيما قلت لكم باش تعرفوا الحقيقه واش انا كنضرب تمر على القناه ولا ما كنضربش عليها تمر الاخوان. تما كما كتشوفوا اخوكم واش انا كنضرب تمر ولا ما كنضربش تمر على القناه ديالي بالرجوله. تما كما كتشوفوني فين انا حاصل دابا الاخوان انا الاخوان شوفوا الخير ديال الله أبو الخير ديال الله سبحانه. أنا معاكم الخوت هاد الجبل بركة من تصور أصورتو كامل هاد الجبل بجبل بجبل هادو هما اللي غناو عليهم الغيوان يا جمال العرقوب يا جمال الكركر تا من هو باز ودارو في القفاز شحال من راجل عدمو في الحبس الرجال وداو ليه رزق.
شوف الاخوان كما كيقول لك ملي غتهبط دابا جا الحفره دابا كيفاش منين غادي تهبط الاخوان منين غادي تهبط وريوني راجع بلاصتي منين جيت الاخوان انا اخوكم في الراس ديال الجبل شوفوا انا في الراس اخوكم ديال الجبل زين هو ديال الحبيره هادي باش نصور واحد البلاصه مزيانه بجد وشوفوا العشران على الجبل كيفاش عامل اخوكم علا الله طاح من هنا في الغد تلقاو بحال الفيديوهات انا الاخوان شوفوا الخير ديال الله شوفوا الجبال كيفاش عامله الخير ديال الله هو الغابة تبارك الله كيفاش دايرين الغابة المخلة نشدو لكم مدينة تطوان من هنا من هاد البلاصة هادي انتم الاخوان انا في الراس ديال الجبل كما قلت لكم انتم الاخوان انا في الراس ديال الجبل شوف شوف من داك الجبل مليح من الراس واش جاني ربي دابا الخوت هاديك البلاصة كان غنمشي ان شاء الله بدقة بدقة شوفوا منين هبط شوفوا الوحشة ديال الله قال ايش شي واحد يجيب لك نصور لها الغابة شوف شحال ديال الغرق شوف الاخوان شحال ديال الغرق في الجبل شوف منين بلاصة هبط غادي نرجع من هاد البلاصة هادي انا خصني نصيفط شي فيديوهات زوينين للرجال الصراحة تقال باش يقول لك على العز صورتينا شي حاجة يقولوا لي زوينة هاو كيقول لك علاش ما بغيتيش تكري وانا غنكري غنبقى مريح هنا بلاصتي مكمل في البيت ديالي ونصور في الفيديوهات مالك كيدير لي الفيديوهات اللي غتصور لهم مريحة بلاصتك انا الاخوان كيما قلت لكم شوفوا شحال ديال الطرق نضرب شوف هنا في الراس ديال الجبل الاخوان
يلا بارطاجيو هذا الفيديو، الله يسهل عليكم في الدنيا وفي الآخرة، والعز للرجال. بارطاجيو هذا الفيديو، الله يسهل عليكم.